بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي. رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة سيدي يا قتيل ويا أسير الكربات، يا صاحب الصدر الظامي والنحر الدامي الحرم المسلوب يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم لقد غيرت لقد غيرت حالي ليالي فراقكم فعسى لأيام الوصال تعود مجرد أماني يتمنى الانسان ان يعود له الاحبه حتى يعيش معهم ثانيه لقد غيرت حالي ليالي فراقكم فعسى لايام الوصال تعود أرى وعدكم قد طال عني وأنتم تروني بلوعات الفراق أجود فكم ليلة قد بت فيها مسهدا أحن إليكم والأنام رقود فكم ليلة قد بت فيها مسهدا أحن إليكم والأنام رقود أحب أحبتنا هلا هل تزورونا في المنام سويعة ولو في عالم الرؤيا يتمنى هكذا أحبتنا يا 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 هلا هل تزورونا في المنام سويعة تصيب بها نار الفراق خمود ولكنني لما رايت جفاءكم عني جذبت زمام الحزن وهو مقود وذهبت الى وادي الطفوف مسائلا يا ابا عبد الله <applause> ذهبت إلى وادي الطفوف مسائلا عن الفتية البات عليه خمود كما وقفت العقيلة زينب تنظر إلى أحبتها مجزرين كالأضاحي على ثرى كربلاء والله هم بيكم يعودن زماني ويلي وشيل الرأس بيكم يا أخواني وتريد هيبتي ورفعت مجاني ويعود حسين والعباس الازهار هيها ايات الملاقه بعد هيها, هيها والله يعود الغايب وما يرجع المات قضى وظلت بس اجذب الحسرات يا فراقكم طر القلب طار <applause> يا هناء أي سيت وانقطع ظني وصار البكي والنوح فني والله راح حسين والعباس مني أو جاسم راح مني وعلي الأكبر يا جن عليها الليل والليل له وحش أرباب العزاء أخوي يا جلي يا جلي يا وانا بغير والي والله من اذكر اهلي وذيج الليالي تضايع دمعتي بخدي تلالي والله ودمعتي قل دمعة عالي والله يا حسين يا مكشدة يا ونحن أيامي وياك حلوة أيامي وياك حلوة آه اخويا ينادون نهايه ام الاخوه مجموعه من الاخوه ولكن ما الذي جرى في كربلاء ويا لي كانت أيام وياك حيل و... آه والله بلاني بلاني الدهر أحسين بالواء آيا ابنار ابنار الهضم قلب تجو الفلاح حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين من وصية لأمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وهو على فراش الموت يا بني عاشر الناس معاشرة إن غبتم فيها حنوا إليكم وإن فقدتم فيها بكوا عليكم هدية ورحمة لامواتكم جميعا لا سيما اموات المقيمين لهذا المأتم والمؤسسين لهذه الحسينية المباركة لعلمائنا الماضين لشهدائنا من اجل تعجيل فرج امام زماننا وسلامته لقضاء الحوائج لشفاء المرضى لا سيما المنظورين ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. فن المعاملة الذي دعا لان له الاثر الكبير في جذب الطرف المقابل على مستوى الافراد والجماعات الى الدين الاسلامي. وخير وافضل واول من طبق هذه القاعده اي قاعده فن التعامل مع الاخرين هو نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه واله. هذه قاعدة لها أثر في جذب الآخرين للإسلام أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات من جملتها ولعله من أبرزها بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله ماذا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ما الذي يجري ها لانفضوا من حولك، لانفضوا بمعنى لتركوك يا رسول الله. ولكن الله سبحانه وتعالى اودع في قلبك هذه الرحمه بحيث من خلالها وببركه هذه الاخلاق العظيمه الناس دخلوا الى الاسلام افواجا افواجا. وخير شاهد على ذلك ما جرى في فتح مكه. لما دخل المصطفى صلى الله عليه واله وسلم لمكه فاتحا كان هنالك رجل كما تقول الاخبار اخذ رايه قال من المهاجرين او الانصار وكان ينادي هذا موتور هذا متالم من الكافرين من المشركين ومما لا شك فيه بعض الحالات ضغوطات نفسيه يعبر الانسان ماذا من دون شعور عن بعض الكلمات ربما يعاتب بعد ذلك فيقول والله ما كنت اعلم ولكن بسبب الغضب او بسبب هذه الحاله صدر مني ما صدر على كل حال ماذا كان ينادي ذلك الرجل كان ينادي اليوم يوم الملحمة شعار كان اليوم يوم الملحمة اليوم تسبل الحرمة ثم يقول أذل الله قريش قريش هي نبي ماذا قريش هي عشيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فحينما يقول اذل الله قريش النبي صلى الله عليه واله التفت لامير المؤمنين عليه السلام وقال يا علي خذ الرايه وغير ماذا الشعارات. نعم امير المؤمنين عليه السلام فنزل الامام صلوات الله وسلامه عليه وكان لكلامه الاثر في قلوب المشركين والذين كانوا ماذا؟ لهم مواقف ومواقف مقابل الاسلام والمسلمين فكان امير المؤمنين عليه السلام ماذا ينادي؟ ينادي ايها الناس اليوم يوم المرحمه اليوم تصان الحرمه انما اتينا ماذا لهذه المبادئ لهذه القضايا الانسانيه اليوم تصان الحرمه ثم قال اعز الله قريش وانما اعزها بمحمد وال محمد ولذلك لما اوقف اولئك الذين قاتلوه سنوات مديده ونظر اليهم وهم ماذا؟ في وجل وخوف يرتعشون بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله فقال لهم ما ترون اني فاعل بكم او معكم فماذا قالوا؟ قالوا, قالوا انما انت اخ كريم وابن اخ كريم فقال عند ذلك ماذا؟ هذا العفو العام اذهبوا فانتم ماذا؟ الطلقاء من هنا الباري عز وجل أشار لهذه الحقيقة في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ماذا؟ أفواجا مفرادا وإنما أفواجا لأنهم ماذا؟ لأنه كانت السمعة أو الإعلام وناس على كل حال غرر بهم بان النبي كذا وكذا وكذا، ولكن لما اكتشفوا الحقيقه ووقفوا عندها علموا بان الاسلام بان النبي انما جاء لهدايتهم وللحفاظ على حرماتهم وعلى كل ما يتعلق بهم، عند ذلك قال اذهبوا فانتم الطلقاء، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح اي يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صلوا على محمد وال محمد حينما طبق هذا المبدأ مع الاعداء بهكذا كيفيه فمع الاحباء ماذا من باب اولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو فتحنا البحث كيف طبق هذه القاعدة وهذا القانون الإلهي القانون الأخلاقي الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الراقية حينما قال لأولاده يا بني عاشر الناس معاشرة إن غبتم فيها حنوا إليكم أنت شايف جنابك لك صديق لك ولد لك جار وهكذا ما شئت ان تعبر فعبر، اذا سافر من مدينه الى اخرى او اذا خرج من الكويت الى بلد اخر لغرض الزياره او لاي سبب من الاسباب، هذا الانسان الذي زرع الخير والمعروف والطيب والاخلاق في قلبك سرعان ما تشتاق الى ماذا اليه؟ سرعان ما ترفع الهاتف وتتصل عليه وتقول هكذا متى تعود؟ فانا والله قد اشتقنا اليك. هذا اكو بعض الناس هكذا هذا واقع بحيث امير المؤمنين عليه السلام يقول عاشر الناس معاشره ان غبتم فيها حنوا اليكم وان متم فيها بكوا عليكم والدموع احبتي كما تعلمون لا تذرف على كل انسان لا تذرف على كل انسان وانما تذرف الدموع على من هو اقرب الى قلبك ما هو أقرب إلى ماذا إلى مشاعرك لأنه ترك فيك طيبا وخرج من الدنيا ومما لا شك فيه تبكي عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيق هذه القاعدة مع أهل بيته ماذا يقول يقول خيركم خيركم لأهله وأنا ماذا خيركم لأهله توجد حكمة أحبتي من روائع الحكم هذه الحكمة تقول لا تكن ممن إذا ماتوا قيل الحمد لله. يعني هذا تحذير وتنبيه، لا تكن لا تكن ممن إذا ماتوا قيل ماذا؟ الحمد لله، هسه من القائل الحمد لله؟ بعض الأحيان زوجته تقول ماذا؟ الحمد لله. بعض الأحيان أولاده يقولون الحمد لله. بعض الاحيان ماذا الزوج يقول الحمد لله لان زوجته ماتت او لان جاره فارق الدنيا او لان فلان مات هذه طامه انه كبرى في الواقع انه الانسان يصل الى هكذا مستوى اخلاقي بحيث الناس يدعون عليه ليلا ونهارا لغرض ماذا الخلاص منه هذا احد العلماء يقول رايت شاب متزوج بعد فتره قلت له شلونك مصطلحنا شنو وضعك كيف أنت قال لي يا سيد الحمد لله أنا أعيش في الجنة هذه الأيام قلت له يا ما شاء الله هني لك زين في أي جنة قال لي سيدنا وما هو السبب في ذلك قال سيدنا لأنه أنا أعيش في الجنة لأنه زوجتي مسافرة لبيت أهلها أه؟ وأنا يعني وحدي مرتاح من هالقبيل وكانت مأذيتني زين والعكس كذلك أحبتي أنه الزوج في بعض الأحيان انه كذلك الزوجه ماذا تقول انا اعيش في الجنه لان زوجها ماذا سافر او لعمل معين، اعوذ بالله من اصحاب ماذا الاخلاق السيئه، الاخلاق المذمومه، بعض تطبيقات هذه القاعده التي اشار اليها امير المؤمنين عليه السلام مع الجار مع الجار الروايه تذكر بأن أحد جيران الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق عليه السلام تعرض إلى خسارة تجارية دخل في صفقة وما أكثر من يدخل ماذا في صفقة تجارية ويخسر ماذا الكثير من أمواله حتى أنه ماذا يمنع من السفر تصادر أموال المنقولة وغير المنقولة هذا جار الإمام عليه السلام دخل في صفقة تجارية وخسر جميع أمواله وجاء الناس إلى باب بيته ويريدون ماذا يريدون الديون وما أشبه ذلك فماذا فعل عرض ذلك البيت يعني عند العقارات عند الدلال على البيع طيب الثمن ما هو ثمن الدار ثمن الدار البعض يقول عشرة آلاف دينار أنا ذاك فكان كلما جاء رجل لغرض ماذا شراء ذلك المنزل يضيف عليه ماذا مبلغ آخر يعني عشرة آلاف دينار ثمن الدار بالإضافة إلى ماذا عشرة آلاف دينار أخرى فإذا سئل عن هذه الإضافة ماذا يقول يقول هذا ثمن الدار وهذا ثمن الجوار فقال له شنو يعني ماذا تقصد بثمن الجوار قال لأنني سوف أنتقل من جوار سيدي ومولاي جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام اللهم صل على محمد وال محمد ومستحيل ان اخرج بلا ثمن هذا الانسان الذي يفارق جوار الامام الصادق او اي امام من الائمه او انسان مؤمن متدين او شخص صالح مما لا شك فيه سوف يفقد ماذا؟ الامان، القيم، الاخلاق، ليش؟ لانه مو من الضروري انه اذا انتقلت من هذا الجار المؤمن الطيب الموالي لاهل البيت وتنتقل إلى ماذا إلى مكان آخر ستجد نفس الخصال مو بالضروري أنه ماذا تجد نفس الخصال فوصل الخبر لإمامنا ومولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأقبل إليه ومعه أموال قال كم دينك قد عليه قروض قال سيدي يا ابن رسول الله عشرة آلاف الناس يطلبوني ودخلت في صفقة تجارية وتعرضت إلى ماذا إلى خسارة فقال له الإمام عليه السلام هذا دينك هذا المبلغ صر فيها عشرة آلاف وهذا ماذا عشرة آلاف أخرى ها؟ وكن معي مجاورا لي طبعا هذا يقدر الإمام عليه السلام يعرف الإمام ولو بهذه المقد بهذه المعرفة الجزئية وإلا الإمام عليه السلام لا يمكن لكائن من يكون ماذا أن يعرف الإمام عليه السلام حق معرفته ولكن بشكل الظاهري هكذا حينما نتحدث عن سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في باب المعرفة عن إمامنا ومولانا الصادق عليه السلام يقول إنما سميت جدتي فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها صلوا على محمد وآل محمد. الخلق فطموا عن معرفتها ولا يتمكنون الا المعصوم فطموا عن معرفتها لان الخلق فطموا عن معرفتها اكو تعليق لهذا لهذه الروايه لاية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني يقول الامام عليه السلام حينما يقول لان الخلق فطموا عن معرفتها حتى جبرائيل حتى ميكائيل حتى حمله العرش هؤلاء ماذا؟ ليس بمقدورهم ان يتعرفوا ولو على جزء بسيط من كنه سيده النساء فاطمه سلام الله عليها، اللهم صل على محمد وال محمد. وهذا واقع احبتي، لا يستطيع الانسان ان يتعرف على ماذا؟ على مقامات المعصوم الا ما جاء بين ايدينا من روايات بشكل ظاهري، والا مقاماتهم عظيمه لا حد لها ولا توصف ولا يعرف قيمتهم ومقامهم الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في باب المعرفه احبتي حينما يلتفت لامير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول يا علي ما عرف الله الا انا وانت لان المعرفه مراتب احبتي ومقامات يا علي ما عرف الله الا انا وانت بعد وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا اللهم صل على محمد وآل محمد يا بني عاشر الناس معاشرة إن غبتم فيها ماذا حنوا إليكم وإن فقدتم أو إذا متم فيها بكوا عليكم نعم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لأنهم عاشوا مع الناس مع المسلمين ومع غير المسلمين بتلك الرسالة الأخلاقية العظيمة بحيث زرعوا ما زرعوا في نفوس الناس وغيروهم جملة وتفصيلا من أعداء إلى أحبة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في ذات يوم في المدينة المنورة التقى معه رجل نصراني تقول الرواية فلما نظر إلى الإمام عليه السلام عذرا أقول هذه الكلمات ولكن لبيان المطلب قال إنما أنت بقر يواجه الإمام الباقر هكذا فقال, إن فقال الإمام عليه السلام بل أنا باقر وهذا هو اسم الذي ماذا سماني به جدي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شاف انه لا هاي القضيه الاستفزازيه ما حركت الامام سلام الله عليه يعني لان بعض الحالات بعض الحالات قد يدخل معك شخص بقضيه استفز... يعني يستفزك بكلمه حتى ين... ماذا يدخل معك في معركه اما كلاميه او غير ذلك الائمه عليهم السلام ديدنهم ماذا العفو عن المسيئين ولذلك تميزوا بهذه الاخلاق العظيمه فقال انما انا باقر قال أنت من؟ قال أنت ابن الطباخة. فقال الإمام عليه السلام تلك هي حرفتها لا ضير أنه المرأة ماذا تهيئ الطعام لأولادها لزوجها وكانت سيدة النساء فاطمة عليها السلام ماذا تؤدي هذه المهنة وتهيئ الطعام لأولادها ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى قال الإمام عليه السلام في داخل دارها الزهراء عليه السلام فطحنت بالرحى حتى مجلت ماذا؟, ماذا قال هي تلك حرفتها قال أنت ابن السوداء البذيئة البذيئة اللي ماذا اللي ربما تشمر كلام على الآخرين كلام فاحش كلام بذيء على كل حال تتجاوز بلسانها على الآخرين فماذا قال الامام صلوات الله وسلامه عليه قال له يا هذا اذا كنت ما تقول حقا غفر الله لها وان كنت ما تقول كذبا وزورا غفر الله لك فماذا يقول مقابل هذا الخلق الرفيع ما هو السلوك الذي فعله ماذا صدر منه تامل في كلام الامام عليه السلام قال هذه اخلاق النبيين والمرسلين اما انا فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله في تطبيق عاشر الناس معاشرة إن غبتم فيها حنوا إليكم الروايات تقول كان يؤتى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالصبية الأطفال الصغار قسم منهم حديثي الولادة وقسم يأتون ماذا يأتون يعني الآباء أو الأمهات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطفالهم مثلا أبو سنة أبو سنتين حتى يغير الاسم لهم إنما يؤتى بالصبية والأطفال لعدة ماذا لعدة غايات منها حتى يدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة بعد إذا كان اسم غير لائق أو لا لم يوضع له اسم يأتون بأولادهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضع لهم الأسماء وبالمناسبة أحبتي أذكر لك هذه القضية لكن خلي أكمل يقول فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يضع الصبي في حجره في حجره ويدعو له بالبركه او يضع له اسمه الراوي يقول وربما بال الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الطفل ربما ماذا؟ يبول في حجر رسول الله على ثياب رسول الله فيصيح به من حضر اما ام او اب او اخ فيلتفت اليه صلى الله عليه واله قال لا تقطعوا عليه بوله فاذا ماذا اخذوه قام النبي صلى الله عليه واله وسلم وغسل الثوب وانتهى الموضوع. ليش؟ لانه انت مجرب ربما يعني علماء النفس يقولون الصرخه في وجه الاطفال تولد ماذا؟ حالات وحالات. ربما يبتعد عن ابيه، ربما يبتعد عن اخيه، ربما يبتعد عن, ربما يبتعد عن امه. راح يصير فرد حاجز نفسي فيما بين الطفل وبين من صاح في وجهه نبينا صلى الله عليه واله وسلم كان الى هذا المستوى يرعى حتى الطفل الصغير حتى لو كان ابن يوم واحد لانه هو العارف كيف يتعامل مع الاخرين وكان يستخدم هذا الاسلوب بالمناسبه احبتي بخصوص الاسماء اسماء قبيله ربما مر عليكم على كل حال يعني في ايام الجاهليه بل الى يومنا هذا ترى بعض الأسماء يعني ما مستساغة بعض الأسماء غير مستساغة يعني مثلا ما أدري خاف نحكي اسم وعلى كل حال يعني أنا شايف في بعض المناطق في بعض الدول مخلين اسم زبالة أجل الله الجالس والسامع واقع يعني اسم رجل كبير ها رجل كبير وفلان وكذا زبالة حج زبالة أو كذا زبالة ما أعرف يعني هل, هل ما أدري هل قلة أسماء أه؟ على كل حال إمامنا الصادق عليه السلام كان له صديق يقال له أوعدنا إحنا على كل حال في العراق أكو شاعر توفاه الله سبحانه وتعالى شاعر شعبي اسمه عريان عريان السيد خلف هو سيد عريان السيد خلف من الشعراء الشعبيين المعروفين على مستوى العراق لكن اسمه عريان فديوم من الأيام التقوية سالوه عن سبب ماذا تسميته بما انه عملاق بالادب وكذا ومن هالقبيل وترك بصامات كثيره قالوا له طيب ليش سموك عريان؟ شنو السبب؟ ها؟ آه عريان السبب عريان لماذا قال والدتي ما كان يصير عندها شنو؟ اولاد، يعني يصير ماذا؟ ما مي... يثبت الطفل، يصير ماذا؟ اسقاط هسه الموروث هذا الجاهلي اذا وضعتي مثلا لابنك مثلا كذا اسم غير لائق راح شنو؟ راح يثبت يقول على كل حال سموني عريان وانتهى الموضوع بس يقول انا الحمد لله اليوم لابس قاطر وباطم من هالقبيل وكذا مو عريان الحمد لله زين العريان هو عريان الاخلاق نقدر نقول ها العريان العريان من العقيده العريان من الاخلاق والقيم والانسانيه فان الكثير من الناس قد يرتدي ثياب ولكنه ماذا كانه عريان يتراءى لك لانه لا اخلاق له اجل الله الجالس والسامع امامنا الصادق عليه السلام اكو رجل يقال له عبد الملك ابن اعين الشيباني صار عنده ولد فوضع لولده اسم ذريس ذريس بضم الضاد ذريس استدعى الامام عليه السلام وقيل ان اكو أخ خبر اخر انه هذا ذريس استدعاه الامام عليه السلام وساله لما سماك ابوك ظريسا هذا سؤال الإمام عليه السلام لما سماك أبوك ماذا ضريسة فقال كما سماك أبوك جعفر ليش تسألني مثل ما أنه أنا والدي سماني ضريس أنت كذلك سماك أبوك الإمام الباقر بجعفر فقال الإمام عليه السلام شوف للتصحيح قال الإمام الصادق عليه السلام إنما سماني أبي عن علم وإنما سماك أبوك عن ماذا؟ عن جهل اولا تعلم بان جعفر انما هو نهر من انهر الجنه صلوا على محمد وال محمد محمد اسم جعفر معنى من المعاني نهر من انهر الجنه واما ضريس فهو ولد من اولاد ابليس اعوذ بالله شايفين البعض من خلال فضائيه من خلال فيلم من خلال حتى وان لم يعلم المعنى قبل طيب وضع الاسم المفروض ماذا نعم عندك محبه ان تضع هذا الاسم لابنك او ابنتك المفروض تسال عن المعنى ما هو المعنى هل المعنى ملائم للاسلام للمسلمين لتقاليدنا لاعرافنا لمجتمعنا هل ان الاسم مثلا لا يعير به صاحبه فيما بعد ام لا هذه مسائل اجتماعيه جدا مهمه احبتي ولكن مع الاسف تعرف الاعلام يغري إما فضائية أو فيلم معين مسلسل معين واسم جذاب وهو لا يعلم يصير ربما في ذلك المجتمع هذا يعني معمول به ما في أي انتقاد ولكن نحن كبلدان إسلامية وخصوصا بالنسبة إلى أتباع محمد وآل محمد علينا أن نتقيد بأسماء محمد وآل محمد فلها عدة غايات وعدة معاني من جملتها أننا نفتخر بالانتساب إليهم من جملتها بأنها دليل على محبتنا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فإذا سمينا حسنا أو حسينا أو باقر أو جعفر أو محمد أو فاطمة أو زينب إلى بقية الأسماء هذا دليل ماذا المحبة والانتساب هذا واقع أمير المؤمنين عليه السلام فهذه الأسماء التي في الواقع هي أسماء مباركة أسماء مقدسة الله سبحانه وتعالى قد يدفع بالاسم لأنه اسم مبارك البلايا والمشاكل من داخل ذلك البيت هذا واقع عاشر الناس معاشرة إن غبتم فيها حنوا إليكم وإن متم فيها بكوا عليكم تتجلى لنا هذه القاعدة بما جرى على ابي عبد الله الحسين عليه السلام من مصائب من بعد كربلاء حينما ادخلوا بنات رسول الله وركبوا السبايا الى محطات ومحطات الى قصور الظالمين محطة من المحطات في قصر عبيد الله ابن زياد عليه لعائن الله وهذا ناصبي حاقد كان يتشفى بقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام فكان ينظر في وجوه النساء وكان يسأل مثلا سأل عن إمامنا ومولانا علي بن الحسين عليه السلام قال من هذا شوف هذا المغرور المتجب من هذا فقيل له هذا علي بن الحسين فقال أوليس قد قتل الله علي شوف الإعلام شوف أنه يريد أن يغرر بالناس أوليس كانه يدعي بان المعركه عقائديه الله هو الذي قتل عليا فرد عليه الامام علي بن الحسين عليه السلام قال كان لي اخ اكبر مني قتل في يوم عاشوراء على يد الناس قال بل قتله الله فتلى الامام عليه السلام تلك الايه المباركه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فقال أولك جرأ على رد جوابي يا غلمان خذوه وأضربوا عنقه ماذا يقول الراوي فقامت إليه زينب صلوات الله وسلامه عليها وتعلقت بأطراف ثيابه وهي تقول يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا فإن عزمت على قتله فاقتلني قبله قل فأطرق مليا عبيد الله ابن زياد ثم قال دعوه لما به الى اخر تفاصيل القضيه فلما نظر كذلك الى من نظر الى السيده زوجة المولى ابي عبد الله الحسين عليه السلام الرباب سال عنها فقيل له هي الرباب زوجة الحسين بن علي بن ابي طالب يقولون نزل من على كرسيه واقبل نحوها من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى فوقف عندها واشار الى راس ابي عبد الله الحسين وهو يقول رباب راس من هذا الله اكبر يعز عليكم ايها الغياره <applause> رباب راس من هذا فسكتت الثانيه قال رباب راس من هذا سكتت في الثالثه قال بحقه عليك الا ما تكلمت راس من هذا <applause> فصاحت هذا راس ابي عبد الله ولا خير في الحياه من بعده اين المنادي وامام آيه؟ <applause> أيوة حسينا هذا رسوة ابي عبد الله ولا خير في الحياه من بعدي والله لو حلفتني براس الحسين وتريد احجب الدواوين <applause> والله هذا يا هذا عميد الهاشمين والله شبيد ابن هاشم بعيدين والله شبيد ابن هاشم بعيدين الحوراء زينب لما نظرت الى أبي عبد الله صاحت يا ابن مكه ومنها يا ابن زمزم والصفا ليت الموت اعدمني الحياه يا معات اقف بديوان والله ولا كلمت يا حسين يا ولا تحجبت مثل النسوان والله من مخدرات هاشم وعدنا يا يا عشرتها لابي عبد الله الحسين عليه السلام ادى بها الحال لما عادت الى المدينه المنوره السيده الرباب اومات الى البنا ان يقلع ماذا؟ سقف البيت اي الحجره التي كانت تجلس فيها فكانت تجلس في الشمس ومعها السيده سكينه عليها السلام تلتفت الى ابنتها تقول بني سكينه اين عني وعنك الحسين آي آه يا آي آه يا آي نغني وعنك حسين يا بفي مستظلين يا يما هذيك الجلال ويا تلقين والله سطر الدهر سطر يا يا بسبعين يقول كان كانت تاتي اليها السيده زينب عليها السلام تقول رباب قومي عن حراره الشمس شنو جوابها؟ تقول سيدتي انا اقوم عن حراره الشمس وبعيني نظرت الى سيدي ابي عبد الله تصهره الرمضاء على ثرى كربلاء والله يا روح العزيز شلون ساجم بالشمس وعلى التربان نايم ثلث ايام عن المايم صايم وتالي هيب اليم مطبوره الله اكبر وما ظنك بزينب عليها السلام طبعا الراوي يقول ما بقت إلا سنة واحدة ماتت حزنا وكمدا على ريحانة رسول الله آية كانت زينب تجول بدار أبي عبد الله يا دار يا وين حسين راعيك <applause> والله يا داير ويا نحسين راعي ويا نيل بطل عباس بعد سيدتي والله ويا ن العشيره والزلم ذيج كانت قماري ومضوي يابيج ناقيج والساغراب والبيئة آه يا دارهم جنت زهية وكانت قناديلك مضية أَشُمَاحِ شمسيت علي يا ويلي عقب الأهل وحشة وخلي ألا لا تزايان الدار إلا بأهلها على الدار مين بعد الحسين سلام يا الله بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم الايه المباركه لقضاء الحوائج لشفاء المرضى لتعجيل فرج المولى بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه أرباب العزاء من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة اشف مرضاهم لا سيما المنظورين، أدي ديونهم يا الله، ثبِّتنا وإياهم على ولاية أمير المؤمنين، اللهم لا تفرِّق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. وبعيب مستور وبحاجة مقضية لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين الى امواتكم وامواتنا من مات على ولايه امير المؤمنين العلماء الماضين الشهداء خدمه اهل البيت كافه لا سيما اموات المؤسسين لهذه الحسينيه المباركه والمقيمين لهذا المأتم والحاضرين رحم الله من يقرأ الفاتح مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل